أهلا بكم. تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بجلميم صباح اليوم، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكية المختصة ترابيا بمنطقة تقع بالجماعة القروية أسرير التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة جلميم، أسفرت عن حجز شحنة من المخدرات وبندقية صيد تقليدية وسيارة رباعية الدفع ودراجة نارية، علاوة على سلاح أبيض وهاتفين نقالين. وأضاف ذات المصدر أنه تم ضبط المخدرات مدفونة بمنطقة صحراوية بالقرب من خيمة غير مأهولة، حيث تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية. وذكر البلاغ بأن هذه القضية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية وتحديداً التجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.